مشاهدينا اهلا وسهلا وبانوراما واهم الاحداث ل 2022 مع دكتور عبد الحفيظ على الله ناقد فني. اهلا وسهلا بك نورتنا. اهلا وسهلا بك عشاء، واتمنى انه تكون الامسيه دي طيبه وكل سنه وانت طيبه وكل الشعب السوداني داخل الوطن وخارج الوطن، يعني تكون السنه الجديده دي فيها تحقيق لكل الامنيات. ونودع العام بتاع 2022 بخير وبشره زي ما بيقولوا. ايوه بخير وشره ان شاء الله. نبدا بالاحداث الاجتماعيه العامه. ارتفاع الجرائم وجرائم القتل بالعاصمه، يعني احنا كل يوم بنشاهد في جريمه جديده، وانا خليني كمان اربطها مع خطر المخدرات وامتدادها لوسط الشباب والايس يتصدر المشهد. هم خبرين كل واحد متفرد لوحده، لكن اعتقد انه في علاقه كبيره جدا بيناتهم. وانتشار الايس الان وصل للمشهد، حتى مواقع التواصل الاجتماعي اصبح حتى تحدث عنها بصوره كبيره، واطلق هاشتاج انقذ ولدك، انقذ ابنك، الحق وجيرانكم، كل الناس اللي حوالينك المحيطين بك. نتحدث عن الجانبين. هون الجانبين مرتبطات ببعضهم البعض، وخلونا نكون حقيقيين، الظواهر دي هي ظواهر طبيعيه لانها وراء احداث طبيعيه. دائما في العالم كله لما تحدث مشكلات زي دي، وحدثت قبل كده، يعني الناس بدراستها بتوصل لانه في ثلاث اهداف رئيسيه قاعده تحرك الافعال زي دي، يعني لو الجريمه ولا المخدرات. يعني على التاريخ القريب، البريطانيا لما جات تحد من الصين قامت انتجت الافيون ورسلت للصين دي كميه من الافيون باعتبار انها تحارب بها الصين وتطورات الصين، وده معروف تاريخيا. يعني افغانستان معروف تاريخيا كميه المخدرات اللي دخلت فيه. فنحن في الجانب العام بنقول والله في جانب سياسي بيلعب دور كبير جدا في الحصل عندنا هسي في الفتره دي من الجرائم كانت والله من المخدرات، وفي جانب اجتماعي ده مهم الزول كمان يراعيه ويعمله كده، وفي جانب اقتصادي. الجانب السياسي بانه انت لو ملاحظه حتى المخدرات اللي اتقبضت كان وراء قيادات سياسيه، فكان في 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 انتشار بيلعب فيه دور كبير جدا. ما انا بقصد السياسي باعتبار الزول اللي عنده مصلحه في زعزعه الوطن وزعزعه انسان الوطن، اللي يعني لو كان عميل ولا كان وطني اناني داير يكتسب خيرات البلد، فانت محتاج تحرك الشباب دي نحو هموم انحرافيه ما يلاحظ ليها، ما يلاحظ لخيراته ونشاطه كده، يعني تدمير شعوب. ودي واضحه بشكل واسع جدا، لانه انت كثير من حتى اخر كميه من المخدرات اتقبضت كان وراء تيارات سياسيه. معي؟ وانا بقصد بالتيارات السياسيه والناس اصحاب الاجنده يعني. وعالميا معروف انه تجاره المخدرات والسلاح والبترول هي عصابات ولوبيات واحده. الناس اللي بيشتغلوا في الثلاثه اشكال دي هم، لانه انت عشان تحول ترحل لك مخدرات ولا تعمل لازم تكون عندك جانب من الجوانب الاستخباراتيه بتاع بتحميك، لانك تعبر بها الممانئ وتعمل بها كده، وهي عصابات كبرى عندها قياداتها يعني. فده الجانب السياسي فيه. اما الجانب الاجتماعي فانت في المجتمعات لما يحصل ضغط اقتصادي دائما بيحصل تفكك للاسره، والتفكك بتاع الاسره ده بخلي التربيه والمراعاه الاولاد والشباب وبتاع، والحالات دي دائما بتتم من الشباب ما من الناس الكبار. لو ملاحظه حتى الجرائم دي ثلاثه اربعه بتكون سنين بتاعت شباب. الشباب عنده مرحلتين، المرحله بتاعت الشباب والمرحله القبليه مرحله البطولات. في الجانب الاجتماعي دائما انت كنت بتغطيه، لو كانت دوله مستقره كانت بتغطيه بالانشطه، كل ما كانت في انشطه رياضيه وثقافيه وبتاع، التنافسات بين الشباب والطاقات بتاعت البطوله والطاقات العاليه بتاعت الشاب، احساس البطوله ده بيفرغها في الصراعات بتاعت الكوره وصراعات الفنون وصراعات كده، بيكون اصلا هو تفرغ من طاقاته. لكن انت احيان واسعه جدا في العاصمه وما في اي انشطه وما في اي نوادي وما في اي عامل، فتبقى وفيها ترويج كبير جدا للمخدرات. ايوه، فبتبقى الطاقه دي انت حتجمدها كيف؟ حتجمدها بالسكر والمخدرات وكده بتاع، باعتبار الطاقه الذهنيه قلقه. اما طيب. الجانب الثالث والمهم جدا عندنا نحن هو انه انت العامل الاقتصادي معي لعب الدور الكبير جدا في العمليه دي، انك انت فقدت الزول احساس الامن. لانه انت لما انهار عندك الجانب الاقتصادي ترجع للغرائز الحيوانيه البهيميه دي. ودي واضحه. العامل ده خلى كثير من، احنا لو لاحظنا الحاجات دي بدت بعد ما حصل نهب انت اضفته بالاعلام، صحيح كان ولا غلط، للبوليس وللجيش. مشكله انت خليت جهاز الامن اللي كان بيحفظ لك تتهمه ذاته بانه هو قاعد يربط للناس وقاعد يعمل كده، وجبت ناس اصلا كانوا في الخلاء وكان في نهب مسلح وبتاع، دخلتهم العاصمه. فاصبح المواطن عنده احساس انه
واحد في اثنين، يا يكون سارق يا مسروق. صح. بالذات الشباب. فعنده احساس انه الجريمه بتاعته ما ممكن يعني عقبوا عليها، فانت لما تحس بانه جريمتك ما عقبوا عليها الجريمه شنو؟ بتكتر. طيب انا كنت عايز اسال عن المعاناه المعيشيه، لكن انت زي ما بيقولوا دخلت في الموضوع بشكل كبير، خلينا نمشي لفوضى الاسواق والمواقف سريعا. المواقف عموما الاسواق الشعبيه، ونحن بنشوف الكثير من الايام اللي فاتت انه بيقول لك والله حصلت كشات للبائعين المتجولين. اه فاصبح في عدم توازن كبير جدا. ده لو قلنا الكلام بحقيقه ده بتلعب فيه المحليات. يعني كثير من الناس اللي قاعدين يعني في الاسواق واللي بيشتغلوا اعمال هامشيه بتلقاهم لو سالتهم بيقول لك والله انا رخصت لنا المحليه، حتى الصراعات اتمت بيقول لك رخصت لنا وجات شالت الترخيص، رخصت لنا وجات كشتنا. صح. المحليه لانه تمويل موظفينا معتمد على الدخل بتاع المحليه نفسه، فهو بيضطر بتاع المحليه انه يقوم ياجر الاماكن بتاعت الاسواق. وبيجي تاني يحس بانه والله ده عمل الضجيج وعملت مشكله بقوم بيشيل الايجار تاني بجيبه. لكن في العالم كله الاسواق دائما من كل 100 متر و100 متر في بوليس. لو كان اصلا يقدر تمنع يعني الحركه بتاعت الاسواق وزحمه الاسواق والتجاره الخارجيه كان تخد في كل 100 متر بوليس قبل الزول ما يخش، بيلقى البوليس قاعد ما في النهايه ما حيخش ما بيقدر. لكن لان المحليه هي اصلا قاعد تاجر له والايجار دائما ما قاعد يتم بموافقه هندسيه وتخطيط وكده، بيكون عنده بطريقه عشوائيه يعني. بتمنى انه الظروف الحاجه دي تلعب فيها المحليه الدور الاكبر. وحتى الكشات دائما بتلقاها بتجي من فوق ما بتجي من المحليه. اعتقد انه امنياتنا دائما بان 2023 يكون الوضع الاقتصادي يكون احسن وبلاد خاليه من المخدرات والايس، بالتاكيد لمصلحه ابنائنا ولمصلحه اجيال كثيره جدا. نمشي لاهم الاحداث الفنيه، وفاه السرقدور ربنا يرحمه ويتولاه برحمته، فقدناه جدا في رمضان 2022. والله فقد السرقدور ده احنا فقدنا كل العظماء اللي عندنا. حتى العناصر اللي ممكن تكوس انت في مجال الدين ولا في مجال الفقه ولا في مجال السياسه تحس بها بدات تفقد فون واحد واحد، وبدا ما يظهر عندنا نماذج قيادات اجتماعيه. والسرقدور طبعا كان ابو الجميع لانه هو زول موسوعه اصلا، موسوعه في المجال الفني في المجال المسرحي في المجال الغنائي، وكان يعني زي ما بقول طبق رمضان. صح. لانه اصلا انت بتحس بانه قاعد داخل الاسره مع جدك وابوك وبيحكي لك وبانسك. كانت جلسات بتاعت ليالي رمضان ما لانه هو في غنى، لانه انت بتقعد جلسات انيسه الغنى مكمله. سرقدور كان الفنان الاول والاخير في جلسات كل رمضان. ربنا يتولاه ويرحمته باذن الله. تراجع الحفلات الجماهيريه وتحول المسارح لكافيهات. ودي ظاهره طبيعيه لما يكون في الضغط الاقتصادي اللي قبل تكلمت عنه. لانه انت لو لاحظت الكلام ده ممكن يكون حصل في مصر اللي كانت هي يعني زي ما بيقولوا مناره الصغافه، بالضغوطات الاقتصاديه والتحولات اصبحت هي لا تسوى شيء. سوريا بعد ما انتشرت بمسلسلاته وافلامه وحفلاته وبتاع بالحرب والضغوطات وعدم الاستقرار برضه اصبحت اليونان بكل عظمتها من فكر وفلسفه، وانت ادرى بالكلام ده ودرستيه. اللي هو بعد ما دخلت على روما وفرتقتها اصبحت هي ما عندها لا ثقافه لا اولمبيات لا كل الاشياء. فنحن هنا فقدنا الجانب الثقافي لانه عدم الاستقرار، عدم وجود الطبقه الوسطى اللي هي بتطلع بالمسا عشان تروح عن نفسها وعن اسرتها وعن كده. لكن احنا المواطن بتاعنا بقى ساك يوم وكله بيخش البيت الساعه 12 و11 بالليل، ما يعني هو داير ينوم ويرتاح من زي ما بيقولوا بذل الطاقه العاليه لكسب العيش. لكن في ظاهره ثانيه تمت، الحفلات بتاعت الطلاب اللي هم دين ما داخلين في الاطار الثقافي العام. يعني لو لاحظت في الايام اللي فاتت دي في كميه بتاعت حفلات بتاعت تخريج طلاب، لانه اصلا دين شباب يعني ما مهمومين بالضغوط الاقتصاديه، الاب هو اللي قاعد يوفر لهم والام والاسره اللي قاعد توفر لهم يعني تمويلهم الاقتصادي. فبتحس بانه دي حفلات لو لفيت في الخرطوم بتلقاها شبه يومي بتاعت التخريج، وهي يوم يعني شغاله وقاعد يعني. انا في حدثين التجاريه ولا الثقافيه، انا في حدثين حابه ادمجهم مع بعض، انتصار المطربين اللي ما بيحملوا رخصه ممارسه المهنه واتساع رقعه الغناء الهابط. هو كل خبر لوحده، لكن انا بعتقد انه عندهم علاقه ببعض. هو ده
عامل من المجلس يعني القومي لرعايه الفنون اللي هو مفترض هو يعني على الاقل يعني يراعي الحاجه دي، يراعي فكره انك انت كيف تخلق مهنه، مش تبقى زول بتاع يعني زي ما بقول بوليس فن. هو مفترض تتعامل عليهم كورسات، يخشوا اكاديميات، يدرسوا، يكون عندهم تدريب لكل الفنانين اللي هم داير يغنوا، لكن هو اصبح يعني زي ما تقول وسيله بتاعت قهر اكثر من كده، مما خلى انه يسخر كميه من الناس هم رافضين طريقه القهر. ودي عندنا عاده، فبقول لك كل ما انت هيمنت على الثقافه الجماهيريه ظهرت الثقافه المضاده، يعني كل ما انت الثقافه الجماهيريه دي بتاعت المنابر بتاعت الدوله تظهر طوالي ثقافه مضاده عكسها. يعني زمان لو لاحظ مع بدايه الانغاز بدات الهيمنه بتاعت الانغاز ظهرت اغاني هابطه برضو معي، وظهر اغاني خارج نطاق الدوله، فبتلقى الشرايط انتشرت وانتشرت التاب ده بكميه كبيره جدا وطلعت اغاني قايمه. هسه حاليا لانه انت بدات تهيمن على شكل النظام بتاع الدوله بانه تخليه ملتزم بشكل واسع جدا، فالشباب من حقهم انه يطلعوا برا ويغنوا اغانيهم الهابطه دي بعكس الامر. ثاني في عامل ثاني، كل ما ضعفت الثقافه والوعي اصبح الغنى الهابط والضغوط الاقتصاديه، الغنى الهابط هو الافضل. انا ما داير الاغنية عشان تعبر عن اشكالات اجتماعيه ولا اشكالات فكريه وكده، داير هيس وداير ارقص وداير اخش في حاله بتاعت اشبه بالزار عندكم في النساء يعني. داير الحركه، داير الانفعالات الما عقلانيه، لانه انا العقل بالنسبه لي انا ذاتي بقيت زهيان منه. عشان كده بتحس بانه الاغاني الهابطه هي لاقي سوق اكثر من الاغاني الراسيه. حتى الكلمات، وانا بقول الكلام الاغاني الهابطه دي ما في اسلوب الكلمات. حتى لانه احمد المصطفى غنى اغاني بنات لكن بتسمع عنده بكل ادب وبكل احترام وبكل فن. لو الزول راجع اغاني كثير من الحقيبه لانها قاعده تغنى بجانب فني اصيل كبير. انت ما بتحس بهبوطه، لكن ديل بيكون قاصدين عمليه انها تكون اغاني هابطه. طيب غياب تام لمجلس المهن الموسيقيه والدراميه. والله الغياب ده زي ما ذكرت لك هسه، لانه اصلا انت عشان تبقى قائد لمجموعه مفترض يكون في قبول من المجموعه نفسها، الصراعات هي تحت. الصراعات تحت لانه الاتحادات دي ما اخذت شرعيتها الكامله. أنا بقصد شرعياتها الكاملة، لأنه أنت اتحاد الموسيقى ده هو تابع لوزارة الثقافة في النهاية، ما نغابة معي، وما بياخذ شكله اللي عنده سلطته، ما أقصد السلطة القاهرة، السلطة المرضية الشرعية دي، باعتبار أنه أنا كعضو في النغابة أكون حاسس بأنه والله النغابة دي بتمثل لي يعني أوجهي الفكرية وبتمثل لي رغباتي ونزعاتي وكذا. لكن هسه حاليا في السنة دي ظهرت نغابة الدراميين والصحفيين، ذاك الاتحاد والصحفيين اللي هم النغابات الدراميين حاولوا لادراكهم بالازمه انه يعملوا دراما شرعيه، بدوا من الولايات والاغاليم ويلموا حاجاتهم لحد ما وصلوا لانه يعملوا نغابه. والاغرب فيه ونحن حي هنا الرشيد احمد عيسى، ظلوا الدراميين طول حياتهم مختلفين، لكن توجد غايد اجتماعي عنده محبه عند كل الناس، حتى الناس اللي كانوا عندهم راي في النغابه لما اكتشفوا انه نغيب الرشيد احمد عيسى بكل طيبته وجماله واحساسه الوطني، لانه الزول ده قدم ما قدمه للوطن، فحسوا بانه لابد من الخطوه الشخص المناسب، كون الشخص المناسب ان احنا شرعيا ممكن نقيف وراه. فلو الزول تابع نقابه الدراميين بيكتشف انه كلهم هم يعني مرحبين بالنقابه دي لشخص الرشيد احمد عيسى والكادر اللي معه، لكن شخص الرشيد احمد عيسى هو الشخص الممكن يكون الزول المناسب في المكان المناسب. كل ما توجد الزول المناسب في المكان المناسب كان الاجماع عليه اكثر، كان الاجماع عليه اكثر. صحيح. ومن من الاحداث الفنيه ننتقل للاحداث الرياضيه. المريخ، خلينا قبل ما ابدا بالمريخ خلينا نبدا بكاس العالم بقطر. هو كاس العالم ده عمل نقله على مستوى الوطن العربي، مفترض الناس تحيي فيه قطر، يعني لو قصدا امير قطر انه يعملها او ما قصد، هو في النهايه خدم الجانب الحس الوطني العربي، خدم الدين، خدم السياسة، خدم ال زي ما بقولوا حتى الثقافة، لأنه الزول لو انتبه لما تم في قطر بتحس بأنه هو ما كان كاس كورة، إنما كان إحساس بالتنافس العام. يعني أول مرة أنت تحس بأنه الوطن العربي ده وحدة، صح. الناس كلها بتفرح لفريق
عربي بغض النظر هو تابع لوين، والناس كلها بتشجع في فريق عربي، والناس كلها واقفه ورا فريق عربي. القومية العربية دي ما ظهرت إلا في كأس العالم. معي؟ الإحساس بقضية فلسطين ما ظهرت إلا في كأس العالم. الإحساس بالمفهوم بتاع إنه الإسلام هو شعب يعني جزء من ثقافتنا ومن ديننا ومن قوانيننا العام ما ظهر إلا في كأس العالم. كمان احترام العادات والتقاليد للدول العربية نفسها. وخلت العالم ده كله كان الميديا ما 90% ميديا بتاعت صهيونية. كانت لعبة دور كبير جدا في انه تغيب العالم بانه نحن ناس ارهابيين، بشر شريرين، بشر متخلفين. فوجود مع كاس العالم خلاهم يكتشفوا لا بالعكس، انه دي شعوب في قمه الاخلاق وفي قمه الكرم وفي قمه الذوق وفي قمه الثقافه. دي ذات عكسها كاس العالم بقدر ما عكس الجانب بتاع الكوره. في الكوره كسرت القوانين بتاعت انه في فروق مهيمنه ومسيطره. اصبحت كره القدم هي كره دائرة ويمكن لأي فريق أنه يتجاوز الفريق الثاني من غير خوف ومن غير تردد، لأنه فوز مثلا السعودية على الأرجنتين ما كان شيء سهل. معي؟ إذا بيكسر كل الهواجس وكل الخوف عند اللاعبين. والمغرب وصوله للدوري الأربعة ده ما حاجة سهلة، صح، بيخلي كل الفرق الجاية في السنين الجاية لكأس العالم إنها يكون عندها طموح إنها ممكن توصل وممكن تشيل كأس العالم. أنا ما أعرف هل نحن وصلنا للختام؟ أوكي، شكرا لك دكتور عبد الحفيظ على الله ناقد فني. وصلنا لختام البانوراما، كنا على أمل إنه نأخذ الهلال والمريخ معنا لكن لضيق الزمن يعني. نمشي لفاصل إعلاني ومن بعدها حنعود مرة ثانية. أي زول زعلان في حبه حبيبه يهدي كل شغل سندي الشغل عندي. أي زول زعلان في حبه حبيبه يهدي وما عنده حب يا ناس الكريم قولوا إن شاء الله قولوا إن شاء الله قولوا إن شاء الله قولوا إن شاء الله سندي الشغل عندي قولوا إن شاء الله بس نرتاح سندي نحن نلقى الراحة سندي وما نتعب زي الفاتت سندي الملتنا جراح سندي جراح الحبونا ما ملاقي نحن نواح الحبانة ما يفوتوا ملاقي نحن نواح أشوف في فرحي وأحلامي أنا أبوك سعدي وقولوا إن شاء الله قولوا إن شاء الله قولوا إن شاء الله في السودان. عام سعيد، عام مليء بالحب لكل الناس اللي بتتابعنا وبتشاهدنا، كل مشاهدي مساء جديد، ان شاء الله دائما تامنين سالمين بسعاده وبمحبه وبامل. و2023 ان شاء الله كل الامنيات محققه، كل الامنيات على ارض الواقع بالتاكيد. من محبتنا الكبيره ومن احساسنا دائما الكبير اللي حقيقه انا بتقدر اجود من هي بحيه وبقول لها كل عام وانت بالف خير ان شاء الله. فتيم يوم السبت تيم جدا مختلف، قدر شنو نحن بنسهر بكامل ألقنا وتألقنا وجمالنا، لكن حقيقة إنه جمالنا ده مستمد من ناس كثيرة بتكون هي طول الوقت شغالة عشان نحن نسهر بالمسهر ده. سعيدين جدا إنه دائما هم يكونوا سواء كان في التصوير، في الإضاءة، في الإعداد، في الإخراج والمونتير، الصوت، البث. التحية لكم كلكم، إن شاء الله ما أكون نسيت اسم. شكرا شيماء، كل عام وأنت بخير. عبد السلام، كل عام وانت بخير. البوني منتجنا الرائع الجميل دائما، كل عام وانت بخير وكل اهلك ان شاء الله بصحه وبعافيه وبامان. كمان مصطفى الصوت، كل عام وانت بالف الف خير ان شاء الله. مخرجتنا رؤى، كل عام وانت بالف خير، و2023 ان شاء الله كل امنياتك تتحقق. تعرف منو من الشباب
كل ناس المونتاج حقيقة إن هم بيشتغلوا شغل رائع جدا وجميل جدا. إن شاء الله دائما بسعادة وبأمل، إن شاء الله كل حياتهم تكون جميلة. تمام كيف؟ تمام، كل عام أنت بخير. محمد الحسن كل عام أنت بخير، وكمان عم شاويش كل عام أنت بألف خير. أنا يا جماعة إن شاء الله ما أكون نسيت زول. إبراهيم كل عام أنت بخير. البول الدين منو تاني؟ نجود أنا حياتها من بداية الحلقة لكن بحياتها يعني بقولها البوني، بيقول كل عام وانت بألف ألف خير. على دين كل عام وانت بخير. الإضاءة شكرا لك كثير. إن شاء الله دائما التحية بتشمل كمان كل قناة النيل الأزرق، من الإدارة من الأستاذ عمار شيلة له التحية، وكل عام وانت بألف خير. لقسم التسويق، قسم التصوير بيشمل كل الناس الموجودين فيه، وقسم المونتاج وقسم البث والصوت، التحية لهم كلهم حقيقة. الإضاءة كل الناس إن شاء الله دائما تامين وسالمين. 2023 تكون عام من الرخاء والعطاء. إن شاء الله دائما الحب متجدد ما بيناتنا. إن شاء الله دائما المودة والإحساس بالبيت الكبير والجمال اللي إحنا فيه. واليوم أنا بدعو الجميع إنه ينضموا لنا. البوني تفضل. تفضل يا عبد السلام. أنا كان نفسي صراحة رواة تنضم لنا، لكن رواة قالت لنا ممكن أخلي الكاميرات والحاجات كلها براي. اتفضلوا يا جماعه. وانت بخير ان شاء الله. انا ممكن اقوم يا جماعه؟ حقيقه كل عام وانتم بألف خير. ان شاء الله ان شاء الله دائما يعني حقيقه. نزار كل عام وانت بألف خير، تعال انضم لنا. نزار قاعد يعمل مجهود كبير جدا في كل حاجة يعني في القناة حقيقة. له التحية والمحبة بالتأكيد. كل سامي كل عام وانت بخير، دائما بتشاركنا. يتفضل يا سامي. نجيف حي الله بلد الطيبة، نعيش في نعيم ومتحبي وحالكم بزال زعلان، في نعيم ومتحبين وحالكم بزال زعلان. ننميه ويكون يا ناس أجمل البلدان. قولوا إن شاء الله، قولوا إن شاء الله، إن شاء الله في السنة دي الشمال عدي. إن شاء الله بالنا يروح للسعادة نضوح، أي مريض عذاب يروح ما يطيق مخلوق. المغترب يعود بيته من وهم اغتراب يفوق، المغترب يعود بيته من وهم اغتراب يفوق. بدل ما يفارق أولاد يشتغل في السوق. وقولوا إن شاء الله، قولوا إن شاء الله.